تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي يتم من خلاله اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة. وناقش الرئيس السيسي عددا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات التي تدور على الساحتين الداخلية والخارجية، كذلك بعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة تنموية في مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح من شباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي. وأكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف بكل نزاهة وحيادية من كافة فئات المجتمع المصري، وأن الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة من دون النظر لأي اعتبارات أخرى. وأثنى الرئيس السيسي على الطلبة المتقدمين وحدهم للالتحاق بالقوات المسلحة لتولي مسؤولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، وليتواصل بهم عطاء القوات المسلحة جيلا بعد جيل. حضر مراحل الاختبار الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير الكليات والمعاهد العسكرية.